هي أول مرة بحضر دورة بستفيد منه لهالدرجة، أو ما فتت بحياتي على مجتمع معين واندمجت بهذا الشكل. جو الدرس جو حلو عم بيكون، كأنه عائلة واحدة. يعني هالدورة عطت الأساسيات، عطت المفاهيم، عرفتني على شغلات ممكن إنه الواحد بالمستقبل يطور حاله ويشتغل فيها. ما كنت بتخيل إنه بيوم من الأيام أقدر أعمل فيديو، وزاد كمان حماسي. حكي يعني ما بيخلص، إذا بدك تقارن من أول يوم لآخر يوم الحكي كتير كبير. حاولوا تستغلوا أي لحظة رح تمر هون، ما تضيعوا أي فكرة، أي كلمة ممكن تفيدكم مستقبلاً. فرصة كبيرة إلنا، يبصح الكل يدمعني. كل واحد عنده اهتمام بهالمجال هذا اتقدم عليها وإن شاء الله بتنقبل، لأن هي كتير دورة مفيدة. بدي أغيب عنها يعني يوم رح يفقد حيز كبير أكيد. الشيء ما حبيته صراحة إنه خلصت الدورة.